طبعاً كلنا شفنا ظهور باسم يوسف في التلفزيون الأمريكي والدش السخن اللي أخده المذيع على الهواء، وإزاي قدر خلال كام دقيقة يغير وجهة نظر جانب كبير من الشعب الأمريكي واللي كان مخدوع ومش عارف حقيقة اللي بيحصل من يوم 7 أكتوبر. زي باسم يوسف وغيره المئات من المؤثرين والشخصيات المشهورة طلعوا اتكلموا عن القضية. نشر محمد صلاح مقطع فيديو بيتكلم فيه عن نفس القضية وعن الأبرياء. صحيح فيديو باسم يوسف حقق انتشار كبير وفيديو محمد صلاح حقق انتشار أكبر، لكن كان في قبول من الجمهور لكلام باسم أكتر من كلام نجم ليفربول. تعالوا نعرف باقي التفاصيل في خمسة بالعربي. باسم يوسف ظهر في برنامج أمريكي مع واحد من المذيعين المشهورين هناك وهو بيرس مورغان، ووجه انتقادات حادة للي بتعمله الدولة إياها وعمليات التنكيل والحصار اللي بتمارسه على المدنيين في القطاع. وأكد باسم إن الإعلام الغربي بيحاول يظهر إن الدولة دي في وضع الضحية، رغم إنها بتفرض حصار خانق على أهالي القطاع ومنع عنهم الأكل والشرب والكهرباء والوقود، وكمان بتقصفهم ليل ونهار لدرجة إن بعض قرايب مراته الموجودين في القطاع اتعرضت بيوتهم للتدمير بسبب القصف ده وبيواجهوا خطر إنهاء حياتهم. قال كمان انهم بيحاولوا يبعتوا المهاجرين لسيناء علشان يقعدوا فيها مؤقتا لحد ما يخلصوا العمليات العسكرية في القطاع وبعدين يرجعوهم تاني. وطبعا الكلام ده ما يدخلش دماغ حد، لانه لما حصل قبل كده محدش من الاهالي رجع بيته تاني، ورد على المذيع الامريكي وقال له عبط احنا بقى علشان نصدق الكلام ده. كلام باسم يوسف انتشر في الساعات اللي فاتت على مواقع التواصل الاجتماعي وانهال المصريين والعرب بالتأييد ليه وشكروه على اللي قاله واللي عمله في الاعلام الغربي علشان يوضح وجهة النظر العربية من اللي بيحصل. بعد انتشار حوار باسم يوسف كانت المفاجأة في رد فعل الشعب الأمريكي، خصوصا انهم طلبوا بظهور باسم مرة تانية علشان يعرفوا منه حقيقة الصراع. بعد مئات المؤثرين والفنانين ولاعيبة الكورة والمشاهير وانتشار حوار باسم يوسف، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قال اشمعنى انا لما انشر فيديو انا كمان واتكلم عن القضية وحق العرب. صلاح كان حريص في رسالته انه يتكلم بالإنجليزي، وجايز يقصد من الحركة دي ان كلامه ينتشر في العالم كله باعتبار ان الإنجليزي هو اللغة الأكثر انتشارا. لكن اللي كان غريب في كلام صلاح واللي أثار غضب شريحة كبيرة من المتابعين هو إن صلاح كان محايد في كلامه وما ذكرش جهات ولا مسؤولين بالتحديد، واتكلم بشكل عام عن الوضع الراهن وقال إننا لازم نحقق السلام وكل الناس تعيش في خير وحرية ومن غير ما يدافع عن القضية وحقوق العرب ويحمل الطرف الثاني أي خطأ. فيديوهات ومقاطع باسم يوسف من بعد ظهوره في التلفزيون كانت كلها بتاخد انطباع واحد، وهو إن كل الناس معجبة بالكلام وبتدعمه، على عكس كلام صلاح اللي كان فيه اختلاف كبير على السوشيال ميديا على كلامه، وجانب كبير من الجمهور كان شايف إن كلام محمد صلاح مش معبر عن رؤية العرب وساب الموضوع مايع من غير ما يوضح للعالم مين اللي غلطان ومين هو صاحب الأرض. وجانب تاني من الجمهور كان شايف إن مجرد ظهور صلاح هو تصرف صح ولازم نشكره عليه، خصوصا وإن الراجل كان اتبرع للجمعيات الخيرية علشان توصل المساعدات للمدنيين. ودلوقتي عرفونا إيه رأيكم في كلام باسم يوسف وإيه رأيكم في كلام محمد صلاح؟